حلو حلو زين، مكانه زين، اغراضه حلو، الديكوريشن ماله حلو، الهوت شوكليت ماله حلو. السلام عليكم، مساء الخير من قلب الدوحة، اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله، عدنا اليكم بعد اهو هذا، اهلا وسهلا. توقعاتك بكره؟ شوف انا تبغاها باللغه الحسويه. ايوه اسمعي خلاص، ها النتيجه من الحين كم؟ 3-0. اصلع عليك 3-0. ايوه هو ذا، اصلع عليك مره، متاكد لو ما شفنا ثلاثه لو ما جبنا ثلاثة بنجيبها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. سامع؟ سمعني؟ 3-0 ان شاء الله بكره. باذن الله 3-0. يا شباب انا مضيع العيال والله، كنت مجتمع معاهم بس ضيعتهم ما ادري فين. فحياك الله حبيبي، ويلكم، شو اخبارك طيب؟ توقعاتك مباراة بكره؟ هزيمة مدري فوز، والله مدري منهم بالله. جبت شيء جديد. حياك الله والله، اهلا وسهلا. دقيقة سلطان، خلينا ناخذ مقابلات. ايوه بكرة شو اسمه توقعاتك؟ ان شاء الله للسعودية. للسعودية كم؟ ان شاء الله كم؟ 2-1 باذن الله. توقعاتك؟ حياك الله. 4-1. 4-1 ان شاء الله. لو ما جبنا أربعة كم؟ كم توقعاتك؟ السعودية أكيد 3-1. ترى أكثرهم قالوا 3. الله بس واحد من طيب قلبك يعني. راح تدق الحلق. آه تصعيد. صعد الوضع جميل التصعيد. الله يسعدك. دقيقة بس أبغى بتصور معهم الشيخ. دقيقة بس. اسمعوني اسمعوني. يا عيال سعدوني. يا رجال دقيقة سعدوني يا عيال. الله يسعدك. تبون شيء؟ لا تبون شيء يا عيال؟ والله شالني مشينا نتعشى. يا قال لك كنت محمد انا سالم. ما يفهم معك كذا. معليش والله تعرف يعني قاعد تسوي مقابلات يعني وكذا. الله يسعدك. مقابلات بعدين راح نتعشى بعدين نسوي مقابلات. ابشر ابشر ما طلبت شيء. احنا الان في ارحب حياك قوي. ارحب حياك. بكره توقعاتك كم؟ اصلي عليك زي توقعي والله اللي احنا الان في سوق واقف فما شاء الله تبارك الله. ارحب ارحب والله. كم والله. كم فور فور على طول والله هذا بالوزن الثقيل. شوف انا اتوقع 2-0 لنا بس بعلمك من دحين غير احسن نطلع لا لا عشان نكون حبايب 2-0 لنا بس بقول لك من دحين النتيجه. انت خلي اول مباراه تعدي على خير وبعدين يصير خير. خلاص ان شاء الله باذن الله. الله يسعدك. والله على طول صدمت. توقعاتك سلطان؟ اطلع من سوق واقف انت. حلو اوكي. توقعاتي بعد العشاء ان شاء الله. والله اخوياي ما يبغون يقولون لي توقعات بس ان شاء الله انا متوقع 2-0 لنا باذن الله. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله يعني الدنيا هنا مشعلله الامور طيبه. ايوه يا عيال ايوه ايوه يا عيال ايوه ايوه سلام ايوه سلام اهلا وسهلا. حياكم الله. الله يسلمكم. هذا مين يا عيال؟ شاري. شاري حبيب القلب. اي والله مين شاري. يا هلا والله مرحبا بشاري قو عالك. حياك. كم تتوقع المباراة؟ اكيد فايزين 3-1. 3-1 دام من وقت للسعودية. الله يسعدك. ها كم تتوقع المباراة؟ والله دخول. كم تتوقع المباراة؟ ادري ان عميتك. ايه بكره ان شاء الله. الله يسعدك. اصلي عليك والله اللي. باذن الله. هلا والله. هلا 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 والله ما شاء الله معضل ما اقدر اسوي لك شيء. هلا والله بخير عبد الله. انا اسف جدا لاي شيء سويته ممكن اسويه مستقبلا. الله يسعدك يرضى عليك. اقول لك تتوقع كم النتيجه؟ 3-2. مين السعوديه وعمان؟ اكيد حنا. ايش جاي مشخص انت ليش؟ ها ما شاء الله عليك. حنا حنا.
والله الكوتش من اول ما المطعم سكر. ابشر انا اسف لاي حاجه انا سويتها مقدما ومؤخرا. اخر مره انت تدخل سوق بعطيك بلاك ليست. ابشر هذا حمام حرمي. هذا كم ذا؟ هذا 25 25 ريال ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ والله بخير. توقعات لك مباراه بكره. توقعات انت توقعاتك كم؟ انا اقول عمان يعني واضح. 2-0 لنا اجل. ايش؟ 2-0 لنا يا اخي. لا ايش اللي ليه؟ يا اخي لا اقول لك 2-0 لنا. 2-0 باذن الله لنا. كم بكره؟ 3-1 عمان. تتكلم مع الطيور؟ اكيد. عجيب، فاهمين بعض؟ اليوم تلقيت مع شخص صراحة أنا مبسوط والله. فدوا لعيونك. شاعر رائد. صاحب الضحكة الحلوة. يا أهلين وسهلين. حياك الله. ناصر مو مقتنع ما أعرف. إيه حسود. يغار منك. حياك الله. والله سعيد بشوفك. الله يسعدك ويرضى عليك. حياك الله. يا عمري. يعني على قولهم على طرف لسان يعني قصيدة يعني. مواسف. ولا ندمان وانسى البينا نعيده عم الحب البي مزاجيات لا ريدك ولا ريده ساعة تقل لك افرجع وساعة من حياة تطلع انا مثل الطفل وياك ساعة اضحك وساعة ادمع حبيتك بنانيتك وويل شلون داريتك اكو نقطة بسواد العين وبهاي النقطة خليتك. الله 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 صح لسانك. حبيبنا هلا شاعر ناصر ابو بيه. هلا يا اهلين وسهلا. هلا بالسبكي. اي هلا احلى طيب رب الكعبه وحشري يا حبيبي. اخيرا يا عزيزي. اخيرا بعد عطري الضحكه ذيك عطري دغدغني. حبيبي يا حبيبي على قولهم على طرف اللسان قصيده جديده ما سمعتها ايه جوك حزين مره على طرف لسانك اي شيء قول انا اسف ماني بحاجه المرسى ما استريح من الغرام وملامه من كثر ما قلبك معي صعب يقسى حتى بوداعك شفت منك ابتسامه واذا تظن اني ابنساك انسى والله لحبك لين يوم القيامه. الله 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 يا اخي ريحه من الغربيه فرحب. حياك. هلا والله شعلوم. طيب كيف الحال؟ حياك الله يا اخي. شميت ريحه من الغربيه يا حبيبي. الله يسعدك. جيت على ريحتها على طول. كيف الحال؟ كيف حالك؟ طيب ها كم تتوقع؟ يا رب نفوز 3-1 ان شاء الله باذن الله. متفائل جدا باذن الله. جو الرسيل باذن الله. مبتعث انت هنا؟ لا لا مبتعث. مين جاي من جده يا ابوي على طول على اقرب قافله. يا حبيبي الله يعطيك العافيه حبيبي. الله يسعدك. وما زالت الجماهير السعودية متحمسة في سوق واقف. أصلي عليكم الله يوفقكم. والله الليل إيوة 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 يلا يا والي سعودي امشي كده كده ان شاء الله باذن الله.
يا شيخ والله باين عليك وجهك سمح، انت فرده والله. الله يسعدك، حياك الله. الله ما زالت النتيجه 2-0 باذن الله. فايزين دقيقه باذن الله. دقيقه يا عيال ان شاء الله فايزين. انت قاعد تكسب الغزب كيف؟ يشتك اجواء شو اسمه الحماس ولا 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 جميله ولا الاشياء اللي شو اسمه والاشياء اللي يعني اللي اركض انت اركض وين رايح دقيقه لا 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 ارحب سلطان ارحب ارحب السلطان كم متفائل ان شاء الله 2-0 للسعوديه بسرعه كم 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 بسرعة 2-0 ولا 1-0 واحد ايش بسمع ايش بتقول ايش اسكت السلام عليكم السلام يا اهلين وسهلين باخواننا العمانية اهلا وسهلا حياكم الله شرفت فيكم صراحه واحب اقول لكم من هذا المنبر ترى بنهزمكم 2-0 بس الله يسعدك انا سمعت لنفسي قدام وامجدك ورا ونحكى فيك حسادك ترى ما علينا بهرج حسادك أبد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد بنزرع لله وبزرع حصد يستاهلك يستاهلك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن نرى بالسيف دونك والقلم يستاهلك 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 نستاهلك يا دارنا حنا أهلك حنا سواد عيوننا شعب وملك فوق فوق عالي السحب يا أغلى ثرى فوق عالي السحب ومجدك لقدام ومجدك ورا وانحكى فيك حسدك ترى ما علينا بهرج حسدك أبعد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد الله 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 يا الربع والله ما توقعت قطر حارة يا ناس كنت في ثلج جيت هنا انطبخت يلا والمشكلة ما أخذت ملابس صيفية الملابس اللي معاي كلها شتوي كلها جبهتي كبرت مسلم مسلم ترد العافية وعلى نور ذيك أطباع علي نور ذيك أطباع كل الجميلات رقة وجمالي وذوق يا طيب الذات الله يحفظكم الله يحفظ العراقيين الله يحفظ أمهاتنا لا ننساهم قاعد يدعنا بالتوفيق إن شاء الله التوفيق للجميع نشرف بيكم شكرا لقناتكم إيه زين إيه قصة الفلافل مال أيمن حسين شنو؟ أيمن حسين كانوا يتكلمون شنو أيمن شنو هاي أنا عالجته لفتي انزرقت أنت الوضعية اللعبة مال اليابان خلي يرتاحوا بس أعطيك نبذة بس خلي سؤالي مال اليابان مو قاعد يفكرون لا نعرف طايف
علي ابو ايه راح اسوي لفه متو حبيبي راح اسوي لفه متو من النص الدور السعودي استفزني يا با لا 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 والله معضل ما اقدر اسوي له شيء.
والله ما اقدر اسوي شيء. دقيقه ممنوع تدخل سوق. اقول لك داك يا ابو عشان لك معضل. امسك الجوال بالله دقيقه بس واحده. بالله دقيقه بس عن اذنكم. ولا تعال قول له يا حبيبي ارحب. والله اني احبك يا حبيبي. الله يسعدك. شوف احنا حبايب. نعم احنا اصحاب اكيد. بس 2-0 بدنا نسوي اكيد. خلاص خلاص خلاص. نعم نايف نايف. انا اقول لك عن سلطان بن نايف. سلطان بن نايف. نعم هذا الايام خلاص. اي شيء يقول هذا الايام خلاص تحكي عليه اكيد. اي شيء يقول نايف. ها واحد خلي 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 كوري سلام كوري سلام خلي امري يا حبيبي. كم سنوات حلوه صح حبيبي؟ 6 صح امري. انتظرك تسوي لي سكيب عشان اجي اتفرم معاك. ايوه احش ويا ما توقف تسكت وتقرا وتنهار.